تحياتي لكم، ما حقدر اقرا اعتذر لانه عندي ظروف صعبه وحرجه ويا رأفت الورده. وقت تحسني قديم اني؟ لا جديه تحسني رأفت الورده. لا تطلعنا قدامه. لا جديه تحسني قديم، ما تحس اسمع نفسي بالحلقه قول ايش يحكي. جديه تحس نفسي قديم مرات انه اغاني ما اعرف من وين من يا سنه. التراب هو هو لا هو المشكله وين؟ بعد 20 سنه اذا اصير انا كلاسيك نفس هاي الاغاني اللي هسه تبدا تسمعها راح تصير تراثيه وهم تحس هيك؟ اكيد انا احس هاي الاغاني صعبه تنعزف. احنا مشكلتنا مشكله كبيره. مشكلتنا انه ماكو دعم من وزاره الثقافه؟ من وزاره الثقافه. نعم يعني احنا دعمنا احنا يعني دعم صعيد خاص، صعيد خاص فنانين. هاي وحدة. الشغلة الثانية اكو منطق اكثر من العمل. من العمل اوكي. يعني على سبيل المثال هسه من يجي مخرج جديد المفروض مني انه ادعمه، وانا هسه داعم كمخرج جديد ادعمه واصلح له اغلاطه، يجوز هو اصح مني يجوز احلى مني اذا يشتغل، بس احنا ظروف معينه خلت رأفت يصير رأفت ونصرت يصير نصرت ونور يصير نور. اكو احسن من نصرت واكو احسن من نور واكو احسن من رأفت، بس ظروف معينه مشتنا. يعني الجميل يروح الغياب حنون غاب جاسم حنون؟ لا هو فتره هو يشتغل لحد السنه. لا وقت اللي غاب انت طرحت مكان. لا احنا اشتغلنا سوا. اوكي بقينا سوا وبعدها اعرض له كليباته يخابرني من امريكا صديقي. حلو تحياتنا له استاذي. ما خليتني اكمل. لا عفوا انا اسف. الموضوع يقول انه المفروض يصير دعم، يعني الملحن القديم يدعم الملحن الجديد، ما يبقى بس يتمنطق. اللي تمنطق ما حلو، يعني هاي الروح العاليه الانا العاليه خليها، يعني بعدوها. احنا بوسط فني، احنا لا سياسيين ولا ولا ولا، ما عندنا موضوعنا بسيط. فالمفروض هاي الانا العليا تنشال تروح وتبقى واحد يرتب امور الثاني حتى تمشي الامور صحيحه. بس ويا ريت يظل موضوع الفن جديات ما نقلد بكانات اخرى من العالم، انه ولو هو جديد تعرف ببلدنا وفلان حكي على فلان مشكله ويا علتان واحنا نصير نصب زيت على النار ويلا وخلي والميديا تشتغل والى اخره. انا اعتذر من كل الزملاء والاحباء وبالنهايه الاغلبيه يصطادون صح. لا بمكان ما حقهم هو حلو، التنوع حلو، انا ما اقول، بس بمكان على صعيد برنامجنا احنا نحب نقرب، وبمكان ما هم ننتبه لأمور ممكن تأذي وتخدش الصورة العراقية للفضائيات وللكل دي يتابع اليوتيوب. خلي يكون أكو في اختلاف بس ما يطلع برات